السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على الاتحادية وفشل الاتحادية في حماية اللاعبين، في حماية حتى الحكام تاعها، وين كيما شارف عبيد اللي تغيظ والله العظيم تغيظ صح، والله لا تغير. على تغير تشوف انت يا المدرب الحكم اللي دار تاع الترجي مع الوداد، قلعوا له سسبوندي تاعو، غادي يدير جنوب افريقيا، يدير الكوب دافريك، وتاع مصر هذاك اللي راهي في 20 يوم، خريش بن خريش ولا ما كسموه، اللي دار فانيك اللي بغاو اللي سبونداوه ضربوه بست شهور، قلعوا له سسبوندي تاعو البارح واهلوه باش يدير لاكان. يعني وحنا لهنا راه في عام من العام اللي فات مكاش اللي تحرك ودافع على الحاكم الجزائري عبيد شارف، مكاش اللي تحرك وقلع له العقوبه تاعه وهدد، خاطش عليه هذه شتي هذه مناه، هذه خاطش رئيس الاتحاديه الجزائريه معاقب بسنتين، يوم ما يسمعولوش يا لاغريمو تاعو ما يعرفوهاش وين جايه، لاغريمو تاعو ما تفوتش هدرته ما تفوتش. نعطيكم غير حاجة صغيرة، النهار اللي روحنا القرعة زاتشي شدة معاه، شكون اللي مثلنا مع الاتحاديات، شكون اللي مثلنا ومين داروا رينيو بيناتهم، رئيس الاتحاد الافريقي حمد احمد دار رينيو مع رؤساء الاتحاديات، شكون اللي مثلنا، شكون اللي دخل، ماشي زاتشي دخل للقاعة، ماشي زاتشي دخل قاعة الاجتماعات، او دخل البيطاري هو اللي مثل الاتحاديه. الناس على بالك مشاني فاهم الناس كيفاش راهم يشوفوا بلي راني نكذب على درجه عامين. نقول حنا قبل ما نبداو في الموضوع تاعنا نعطيكم خبر، زتشي قلعوا له الوزين تاع الزخرافه هذاك تاع الخازف هذاك اللي في المسيله اللي فيه كار لونغار واحد فيه 13000 متر، 13000 متر كانوا كارينه له ب 300000، 300000 كيما نقولوا، ثلاث اوراقي 300000. انا لهنا كانت البلديه عطيتني كروس غير صغير نخلص من الشهر 780000، نخلص 780000، صغير. جاو عندي الناس شافوا الحانوت اللي كنت حال هذاك بلعته، شافوا الناس الحانوت شافوه، صغير قنت، عطيني قنت 700 وشي، وهذا هنا وهذا داي 13000 متر يدخل الملايير في الشهر كارين له 300000 كيما نقولوا حنا، كيما تقول يقولوا النساء 600 كان كارين. نعطيكم كاع اللغات، وزيد فانيك وين الناس اللي تهدر يقول لك، قال لك باللي بهلول ما عندهم شي، ما يا ودي غادي ما يديروش، ما ينجمش يوقف قدام هذاك الليبي، ما عندوش اتحادية، عنده قاريطه بصح ما يوقفوش قدامه، هذا زاتشي هذا ما يوقفوش قدامه، معاقبه يا الاخرى، معاقب فانيك واقيلا عام وست اشهر ولا عامين. بهلول يا الدوسي تاعو مرفوض، انا باقي حاير، هو كو زاتشي عينو بلي زعما الفريق الوطني كوداه كوبغى زعما صح بيربح صح كوداه مع الفرنسا، زاتشي عارف بلي غادي يحط الملف وخاسر، يرفضوه اخر دقيقه، يرفضوه يقول له جيب لنا واحد اخر، ما يجي يدير ملف تاع واحد اخر، تكون سايك فات الديلي يكون فات، كيما الضربه تاع راخر تاع ود الزميلي، مخدومه في طول الجزائر، لازم واحد ما يمثلها. زاتشي جا باش من عند مازال داير الهضره تاع العصابه في راسو، باش يحطم كلش. اي كاينه ناس تاع الماكسيما، نطلب من المنجل مكاش الروطار، مادام تعطوهم الوقت، مادام هما يحطموا لازم قلبه دخله الحبس وقعد تحاسب فيه، دخله الحبس وقعد تحاسب فيهم هذو الناس هذو. ايوا دخلها الحبس وقعدوا تحاسبوا فيهم، خاطش عليه هذو مادام تعطيهم في الوقت، مادام هم يحطموا، مادام تعطيهم. ايوا وين راه بهلول؟ مشي عضو
على ما يروحش هو، ما يروحش هو يمثل الاتحاد الجزائري، يوقف مع الفريق الوطني الجزائري، وين راه؟ وين راه؟ اش راه يدير؟ يحصل؟ اش راه يدير؟ دي حقيقة. حنا راني نجيب لكم معلومات باش انا راني نهضر فيها، ما هي سهلة، ما هي سهلة، دو قادرين يديروا كلش، ما هي سهلة، ما هي سهلة. انا قادر نكذب مجال، مجال في ننتقد، الرد يهدر بالشيخ، الرد عليه يهدر، واحد رفيق الرد عليه يهدر، الاخر الرد عليه، سهلة هذه، هذه سهلة في الخدمة. بصح انا تجيب لي المعلومات وانا ما عندي حتى خلفيات مع اي تيبر، ما كاع اللي هنايا اللي في فرنسا اللي في انجليز، ما عندي حتى واحد، ما عندي خلفيات مع حتى واحد. بالك ناس يشوفوا بلي عندنا خلفيات مع ناس، الله يسهل اللي با يهدر، الله يسهل عليه اللي راه يدير في اليوتيوب، الله يسهل عليه. نقولها لكم ونعاود، وما احمد يشوف قدامه، انا نجيب المعلومه، حنا ما نردوش على، ما نردش هكا، ما نحبوش هذه تاع فلان نهدر نرد عليه ولا لا، كاش اونكا بالك واحد، بالك بالشيخ كيما نهار اللي عاير زفان ردينا عليه، يبغي غلط الشعب ردوا عليه، يبغي غلط الشعب ردوا عليه. سمحوا لي دقيقة، هذه باش باش نديروا، سمحوا لنا بالك باش نتكلموا، باش نتكلموا، نعاودوا نولوا نتكلموا على هذه الاتحادية. على بالكم باللي جمع بالماضي راه وحده، هو راه الرئيس الاتحادية وممثل الاتحادية، هو المدرب، هو واللعابة، هو واللعابة، هذه نعطيها لكم اوفيسيال، هذه حقيقة. أنا نقول لكم فيها جمال بالماضي واللعابة راهم هما كلش، هما ممثلين، هما كلش، ما كان لا جمال مدان لا حكيم مدان، لا ما كان حتى واحد مكاشي، راه هو كلش. حنايا كنت كي تشوف، تشوف هذا عابد، تشوف عابد شارف معاقب، راه في عام مكاش اللي هدر عليه، تشوف يقول لك باللي بينرسلوا بهلول، بهلول ما يطيقش يوقف قدام هذا، ما يطيقش يوقف. رانا بهلول سبعة تاع لي زيكيب كان قاد رابطة في الطارب فيها سبعة ثمانية تاع لي زيكيب، ما نجحش بين نجح لافريك، ماشي كاع ما تجيش، كاع ما تجيش، قالوا شيطان ودي، هذا راه معاقبين، هذو الناس راهم معاقبين. حنا نعاودو نولو وين راهي الاتحادية تاعنا في حماية اللاعبين وحماية المدرب وحماية الحكام تاعها. كاع اللي زي روح توشي اربي تاع تونس ولا تاع المغرب ولا تاع مصر، روح توشي اي رئيس اتحاد، اي اتحاديه في لافريك، روح توشي لها واحد وسخها، روح. حنا شو كي داروا لنا وسخونا تاع عبيد ودايرينو هاك، وحتى الصحافه وحتى رئيس اتحاديه وجمع التواسمي كانوا يعايرونا، يعايرونا في لي زاربي تاعنا، كانوا يعايروا فينا هذه، وعاقبوه وديروا كلش باش يعاقبوه، يحرقوه، يدقدقوه، خاص كاع كانوا متهمين على الجزائر، باش الجزائر كان عندنا شارف عبيد هو اللي كان رايح باش يمثل الجزائر في السفاره في التحكيم، طاحوا فيه، شرمطوه، دقدقوه، دقدقوه، قولوا لنا هذا الاربيت تاع اللي دار تونس، دار الترجي مع الوداد، صاي قلعوا له العقوبه. المصري هذاك حيرش بن حيرش، قلعوا له العقوبه، ضربوه بستة شهور، نهار الخميس قلعوا له العقوبه. اي ارواح تاعي ارواح، اي وين راه حنايا، هنايا راه في عام، شكون اللي يهدر على عبيد؟ شكون اللي جاب على عبيد؟ شكون اللي جاب على عبيد؟ وعندنا معلومات وخد اخرين باش تاكد باللي زاتشي راه 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 غير بالكسوه برك، غادي يروح الى راح المصري، الى راح، الى راح رجاله الجدر الكبيره هما اللي غادي كما يقول لك ما وراء الستار، هما اللي غادي يحموا الجزائر، باش ندخلكم لا في رساكم، هما خاطش عليه وقفوا رجاله، راهم واقفين رجاله في الجزائر هنايا، وراهم واقفين ولاد الجزائر برا، كاين اللي حامي الجزائر برا، كما كنت نقول فيها، كاين جيش هنايا وعندنا جيش الثاني وهو في اوروبا، عندنا غير في فرنسا كاين 7 ملايين جزائري، فرنسا تغلط يحرقوها في ليله، هاي مزبله في فرنسا، تغلط يحرقوها فرنسا، راهي ماذا بيها كل جزائر تدي كوب دافريك ماذا بيها، ها باش ندخلكم ليه في لسانكم. حنايا المهم راني نعطيكم في هذه المعلومه، كما يقول لك يجي الضوء الاخضر باش نهضروا شكون اللي راه اللي غادي يكون واقف مع الجزائر
من الحد الغادي ان شاء الله بربي ولا السبت نعطوكم الاسماء، غادي نذكر لكم اسماء اللي ما غادي تنخلعوا. شكون اللي واقف؟ رجال هنا في الجزائر اللي واقفين، اللي راهم رابدين المنجل، هما اللي هضروا مع الجزائريين باش يحموا الفريق الوطني في الخارج، خاطر على عرفوا بلي هذا هنا مسكين فليشه حد زحليقه، هذا زاتشي به بالمجموعه تاعو زحليقه، خاطر على حكيم الدين هاك هذاك لابدي قادم هذاك لابدي غادي يرسلوه، غادي يرسلوه يقول له هوت الجزائر ما تقعدش هنا هوت. عقلوا لي عشان نهضروا، عقلوا مليح عشان نهضروا برك. من بعد هضرتنا تبان حنا